مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ومساء الخير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. زمن الرياضه في هذا المساء بتحتوي على العديد من الاحداث والموضوعات المحليه والعالميه. ابرز مواجهه منتخبنا الوطني المواجهه الحاسمه امام تنزانيا بعد اقل من ساعه لبلوغ نهائيات الشان 2020 بالكاميرون. وكذلك مشاركه فريق كره السله بالنادي الالماني بالبطوله العربيه للأندية بالمغرب، وجزء الأكبر محليا حنخصصه للنظام الأساسي لنادي المريخ وجمعيته اللي ثارت حوالينا أو حولها جدل كثيف. وعندنا أيضا الزميل سالم سعيد وعديد من الأحداث العالمية ومباريات التصفيات الأوروبية للمنتخبات أكيد مع الزميل سالم سعيد. بداية بسرنا يعني في استوديو زمن الرياضة إنه يكون معنا داخل الاستوديو الأستاذ إبراهيم فتح الرحمن مقرر الدائرة القانونية لنادي المريخ. أستاذ إبراهيم مساء الخير وأهلا ومرحبا بك في زمن الرياضة. أهلا مساء النور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة العالمين. نعم صلى الله عليه وسلم. أستاذ إبراهيم أول مرة يكون معنا في زمن الرياضة حقيقي يعني قبل كده دخلت الاستوديو ولا لا؟ ما اول مره لي في هذا الاستوديو في شروق يعني. شروق واول مره جينا في موضوع ساخن واول مره اجيكم في موضوع اتمنى لا يكون ساخن لا حيكون ساخن جدا باذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الاعزاء بحييكم. ومنتخبنا الوطني زي ما قلنا قبل شويه ودائما نقول حدق العيون لك يا وطن، وكلنا خلف صغور الجديان وخاصة الروح اللي الآن يمكن لكل شعب السودان هي واقفة مع المنتخب الوطني. يمكن نحن في الفترات السابقة المنتخب الوطني مباراته دائما بيكون عدد المشاهدين فيها داخل الاستاد بسيط وقليل جدا. نتمنى اليوم يكون الاستاد ممتلئ تماما زي ما عودونا في الفترات الأخيرة. نتابع مع بعض فاصلة عن المنتخب الوطني ثم نعود لنتواصل. شجع صغور الجديان مباراتنا امام تنزانيا. شجع صغور الجديان. 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 مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. ويمكن حتى نشيد العالم عنده طعم جديد وطعم خاص، هو نفس النشيد السابق ولكن في احساس عالي يا استاذ ابراهيم. ويمكن تابعنا يعني كان ما في اهتمام بالمنتخب حتى على المستوى الوجداني، يعني ما كنا بنحس بالمنتخب. نعم حقيقي ربما يلاحظ الكثيرين انه في ثوره حقيقيه قادوها الشباب. نعم ومن هنا يعني قبل أن نبدأ أترحم على شهداء الثورة ثورة ديسمبر، وأتمنى للجرحى عاجل الشفاء وأن يعود المفقودين إلى أهاليهم إن شاء الله. في حراك ثوري كبير جدا وفي انبعاث لمفاهيم قديمة كادت أن تضيع مننا قادوها الشباب. فبالتأكيد الوطن ونشيد الوطن عنده طعم مختلف. نعم. عما كان عليه سابقا يعني. نعم. نتمنى من قلوبنا صادقين. نعم. انه نعبر في هذه المباراه ان شاء الله. نعم. ونشوف السودان في اعلى عليين. خاصه انه السودان يعني من الدول التي اسست الاتحاد الافريقي يعني. نعم ده كلام وضع ما طبيعي انه يكون
متراجع ما ايوه ما يعني ما مصدر. نعم تعرف استاذ ابراهيم يعني قبل ما نمشي للنقطه الثانيه لو ما كنا موجودين الان على الهواء كنا نكون داخل الاستاد يعني ده احساس جديد حقيقي. نعم حقيقي. وان شاء الله الفترات السوداني ده هل والناس يعني نتمنى ذلك يعني نسال الله العزيز امين امين. عندنا برضو خبر مهم وخبر جميل بنسج التهاني الحارة لبطل التجديف عزيز شريف اللي شرف السودان بتونس وحقق ميدالية ذهبية لرياضة التجديف للمعاقين. وبرضو يعني يمكن لاحظنا الفترات السابقة انتصارات عديدة بحقق السودان في الفترة الأخيرة. مبروك عزيز مبروك السودان وحقيقة يعني يمكن خبر برضو جميل و حقيقة ان احنا سعداء بالانتصارات اللي حققها. خبر جميل جدا ونتمنى انه الناس يهتموا بذوي الاحتياجات الخاصة يعني. نعم. لانهم في كثير من المرات اصروا انهم ابطال يعني ممكن يجي منهم الكثير يعني. نعم. السودان و عزيز عزيز عزيز, عزيز مثال. نعم. مثال لهذا رايك شنو نشوف لقطات نتفضل. نعم. نتابع مع بعض مشاهدينا الاعزاء ثم نعود. الحمد لله هسي الحمد لله تويت كبطل لافريقيا في اول بطوله للمعاقين الحمد لله. فانا الحمد لله توفقت انه يعني احرز ميداليتين في تصفيات اولمبياد طوكيو ميداليه برونزيه وفي بطوله الافريقيه الميداليه الذهبيه وهو يعني الكوتشي قال لي انه الميداليتين ديل اول ميداليات في تاريخ نادي التجديف يعني من حيث انه ميداليه في تصفيات اولمبياد يعني وميداليه ذهبيه في بطوله افريقيه. فدي حاجه انا اعتز بها جدا وشاكر شديد لاي زول ده علي خصوصا اصحابي ما قصروا معي شديد شاكر شديد وشاكر للشعب السوداني. وانا بهدي الفوز زي ما كنت بقول كل يوم بهدي الفوز لشهداء ثورتنا المجيدة. احنا مسكنا الوزارة ومسكنا البلد في فترة صعبة جدا بالمناسبة يعني مليانة تحديات كثيرة جدا. انتوا بسندكم احنا نسند بعض احنا نسندكم انتوا تسندونا. فحسي انت اديتني دفعة انه احنا نصبر على كل التحديات وكل المشاكل اللي تواجهنا عشان في النهاية احنا هدفنا اكبر من كده. وزي ما انت اهديت لدي مع الشهداء نحن غايتنا انه احنا نجيب حق كل الشهداء بانه يشوفوا السودان زي ما كانوا حابين وبسبب ضحوا بحياتهم اللي هي دي اغلى حاجه ممكن الانسان يقدمها كتضحيه. يعني كل السرد اللي انت سردته ده وكل المصاعب اللي انت يعني خطها بتوري انت معدنك شنو. وبجد كوتش متوكل شكرا لك انك انت اكتشفت ماس وسط حاجات كثيره. دي حاجه عظيمه جدا بتدل على انك انت يعني كيف نظرك ثاقب والتجرد كميه التجرد الحاصله. ودي الروح احنا دارينها هنا في السودان في الفتره الجايه انه الناس تكون متجرده بالذات في الفتره الحاليه نتعامل بتجرد ونتعامل بروح بتاع التشارك عشان التحديات كثيره لكن احنا قدرها واكبر منها ان شاء الله. يعني انا ما حقدر اعبر لك عن سعادتي ده فخر كبير جدا انه السودان يمثل بشاب سوداني ويجيب لنا ذهبيه على الرغم من المشاكل كلها. وانا بشوف الميداليه بتاعتك دي احسن يعني واعظم من كل الميداليات اللي حققوها كل الناس. يعني رغم الصعاب اللي انت يعني نشوف بس كميه التحديات اللي هو قدر يتغلب عليها عشان وبعد ده جاب الذهب كمان ما جاب اقل من الذهب. فده بيمثل لنا كل حاجه. فانتوا الطاقه بتدونا ليها ما يعني ما 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 حاجه هينه. شكرا لكم كثير. شكرا للمدربين للاتحاد للاعلاميين للحضور. ده يوم تاريخي عظيم ودي بدايه كويسه شديد والروح بتاعت التغيير والمدنيه واضحه وانتوا بديتوها يعني بالظبط كده. مره ثانيه مبارك لعزيز شريف. وحقيقه يمكن الملفت الانتباه استاذ ابراهيم يعني الاخت الوزيره ولا البوشي يعني متابعه
واكيد يعني الاهتمام اللي بيجده يعني اللاعب ان كان في المنتخب او كان في اي منشط ناشط من خلال الوزير او الوزيره اكيد عنده دور كبير وعظيم. يعني الان نحن بنحقق في نتائج، وهي الاخت الوزيره جالسه مع الاخ عزيز شريف. حقيقه اولا الشكر للوزيره يعني السائره، لكن انا بتمنى انه الاهتمام ما يكون في اللحظات دي يعني فقط يعني الاهتمام يسبق المساله دي اعدادا وتاهيلا للاعبين او المشاركين، و يكون اهتمام من اول نقطه انطلاق يعني، مش بعد ما الزول يحرز ميزاليه او يفوز. اكيد الكلام ده مقصود بين الوزراء الموجودين الان. لا نحن بننبه الوزراء الموجودين الان، المساله كانت الناس بتحتفل باللحظات يعني فقط يعني. نحن نتمنى من اللجنه الاولمبيه الالتفات الى هؤلاء الابطال يعني، واكيد ان شاء الله اذا لقوا اهتمام ولقوا تدريب كافي فان شاء الله السودان يمشي لقدام واحد الميداليات. وما دام في اهتمام انا ارجعك لورا شويه كده يعني. تفضل. كان عندنا فريق بتاع سله يعني عملاق يعني حقيقه يعني. نعم. وين راحت السله؟ وين العاب القوه؟ نعم. كان عندنا سباحين ممدوح وساره وكيجاب سلطان كيجاب. نعم. وين راحت المناشط دي كلها ان شاء الله يعني. عدم الاهتمام، قل الاهتمام بهذه المسائل. الان احنا قدامنا الوزيره هي مهتمه، وان شاء الله نتمنى تسمع كلامنا وانه تهتم بهذه المناشط، وعندنا ناس عندهم امكانيات وقدرات ان شاء الله. والروح اللي انت قبل قلتها روح الثوره يعني هي الدافع الناس، وبقليل من الاهتمام حنحقق نتائج باذن الله تعالى. وعلى ذكر السله، انت تتحدث عن السله، بتغادرنا يا يوم غد السبت بعثة فريق النادي الالماني لكرة السلة اللي حتشارك البطولة العربية. كاميرا زمن الرياضة كانت في حفل الوداع، نتابع مشاهدي الاعزاء ثم نعود. حصلنا على الدوري الممتاز، الدوري المحلي بكرة السلة، وتحصلنا على كأس السودان اللي هو بيشاركوا فيه مجموعة من الولايات. دي تعتبر نتيجة يعني سابقة ما حصلت قبل كده انه نشيل الكأس السودان ونشيل الدوري. فنتيجة للمجهود ده تم اختيارنا في البطولة العربية للأندية لتمثيل السودان ورفع علم السودان عاليا ان شاء الله. الفرق الحمد لله قدرنا انه ناخذ عنها باك جراوند، يعني اخذنا عنها خلفية بانه شفنا الفرق دي، اتفرجنا عليها، اخذنا فيديوهات ليها، حاولنا نشيل اكثر معلومات علشان انه نقدر نقيم الفرق اللي حتكون مشاركه. ده ما معناه انه نحن ما يعني ده ما معناه انه نحن حنكون واقفين في مكان واحد، بل بالعكس حيكون دافع كبير لانه المنافسه تكون قويه، انه المنافسه ان شاء الله تكون قويه، ويعني تدينا نحن يعني خبرات محتاجين لها، لانه النظام حيكون مختلف، الملاعب حتكون مختلفه، طريقه التحكيم حتكون مختلفه. لكن نحن دربنا في فتره اعداديه الحمد لله، كانت لفتره بتاعت شهرين، كان فتره بتاعت اعداد، الحمد لله توفقنا في انه قدرنا انه نصل بمستوى معين ان شاء الله نقدر نقدمه ويكون خير يعني زي ما نقوله نتيجه لمجهود بتاع مدربين، مجهود بتاع اداريين، مجهود لنادي، وكل الاتحاد معانا برضو كان واقف معانا بوقفه كبيره. البطوله ان شاء الله حتكون في دوله المغرب، حيكون مشاركين فيها 12 فريق من دول عربية مختلفة. من أشهر الفرق المشاركة الاتحاد السكندري، وهو حائز على بطولة في فترة قريبة، فمنافسة حتكون عالية جدا في الكويت الكويتي، في يعني الفريق المستضيف من المغرب، فكلها مشاركات نحن حيساعدنا كثير في أنه إن شاء الله نقدم فيها
ونضع بصمة في 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 البطولة إن شاء الله كأول مشاركة لنا. هي اختبار صعب لكن نحن إن شاء الله نكون قدر التحدي. بكم مشاهدينا الاعزاء مره ثانيه وسعداء اننا نكون معاكم وبنبارك او بنتمنى انه نبارك له انه هو الفريق الفائز بالبطوله داخل السودان ولكن نتمنى انه يحقق نتيجه طيبه وجيده وغبنا كثير جدا في كره السله اللي كنا من افضل البلدان في الغاره الافريقيه. المريخ واحداث كالعاده متسارعه. نحن حقيقه انه جدل القانوني لا ينتهي ابدا وكان يفترض أن تعقد غدا السبت الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي ولكن صاحب ذلك كثير من الحديث حول العضوية وحقية الجهة الإشرافية وكثير من الكلام. نحن سعداء جدا يكون معنا الأستاذ إبراهيم مقرر الدائرة القانونية. أستاذ إبراهيم نحن انتهينا من السلة ومن عزيز باركنا له والنشيد الوطني، هندخل على الملف الساخن اللي يمكن أي مريخي بيتكلم عنه. في البداية يا ريت يعني تدينا إضاءة عن النظام واللي وضعه من النظام الأساسي لنادي المريخ. طيب النظام الأساسي لنادي المريخ كلفنا كرجنة قانونية من قبل أكثر من عام من الآن إننا نضع نظام أساسي لنادي المريخ. نعم. وذلك طبعا بعد أن كلفكم منه؟ تغير مجلس الإدارة. مجلس الإدارة الحالي. نعم مجلس الإدارة. بعد أن تغير النظام الاتحاد السوداني لكرة القدم نفسه يعني بأوامر من الاتحاد الدولي. فبقى مطلوب من الأندية إنها توفق أوضاعها ونظمها الأساسية وفقا لأوضاع الاتحاد السوداني. نعم. والنادي المريخ كعضو من اعضاء الاتحاد السوداني كان لابد انه يعمل نظام سياسي اساسي متوافق مع الانظمه الدوليه ونظام الاتحاد العام. نعم. طيب انا قلت لك كلفنا المجلس وبدينا وطبعنا مسوده بتاعت دستور سلمناها المجلس. والمجلس عقد معانا اجتماعات كثيره جدا. انا ده ارجع لك لورا شويه. فضل. قبل ما نضع المسوده بتاعت الدستور قعدنا مع المجلس ثلاثه اربع مرات قلنا لهم وروني انتوا بالضبط عايزين شنو. انتوا نظامكم الاساسي ده عايزين فيه شنو يعني. ورونا مطلوبات المجلس شنو. اخذنا منهم المطلوبات على مدى اكثر من ثلاثه جلسات يعني. طيب المطلوبات طلبتوها دي ممكن في كثير يفتكروا انه فصلوها على مقاسه. طيب. لا المطلوبات وما مفصل على مقاس اي زول. اول حاجه انت مقيد باجراءات ونظام اعلى من نظامك المفروض تتبع اسس معينه وفي اسس بتاعت الحكومه المفروض تتبعها وما تغفلها يعني انت ذاتك عشان تعمل نظام اساسي مقيد ما عندك فرصه تمشي يمين ما عندك فرصه تمشي يمين. نحن قعدنا معهم قلنا انتم مطلوباتكم شنو عشان ارسال مريخ نستصحب معانا ارسال مريخ يعني بعيدا عن في 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 مواد كده جامده. نعم. لا تقبل اي انك تتدخل في اي تدخل ولا شوله فاستصحبنا معانا ارسال يعني ارسال مريخ والمجلس طموحاته شنو في انه يعني في امور انت ممكن تتدخل فيها لكن في امور ما تقدر تتدخل فيها على سابت. نعم سابت. قدموا لكم قدموا لنا المطلوبات بتاعتهم اصغنا النظام الاساسي سلمناهم المسدة بتاعت النظام الاساسي. قعدنا اكثر من ثلاثه اربع جلسات عشان نعدل فيها يعني بيقام من المجلس يعني ذاته اللجنه ذاتها قعدت يعني مع الامين العام السابق او الاسبق يعني قعدنا كثير معاه وقعدنا مع المجلس مجتمع ثلاث اربع مرات. فكنا كل مره بنعدل نشوف المطلوبات نضيف ونحذف وسلمناهم في النهايه المسوده بتاعت الكلام ده النظام الاساسي. الكلام ده قبل اكثر من عام تقريبا. دي المسوده الاولى سلمناها المجلس بعد ذاك شالها وداها بيت خبره.
نعم عشان وده بيت خبرة. ايوه عشان طيب. بيت الخبرة ده يقوم يعمل يعمل عليه اضافاته. قبل ما نمشي لبيت الخبرة نعم انا ده رزق سؤال، انتوا يعني المجلس فقط هو اللي شارك، هل في بعض ابناء المريخ من خارج المجلس كان عندهم راي شاركوا؟ عقدنا نحن ورش يعني ترى اربع ورش قبل الورشه دي، اربع ورش ايوه اربع ورش عقدنا قبل الورشه دي اربع ورش، عملتوا دعوات عملنا دعوات انا بعرف انه في اثنين في 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 نادي الشرطه كان لا هي اكثر من اثنين ثلاثه لا ازي اكثر اللي قلت لك رئيس اللجنه القانونيه مشكور يعني احييه مننا الاستاذ علي البلوله نعم يا اخذ النظام الاساسي وطهب به على بيوت رموز المريخ يعني مشى لهم وقعد معاهم وكان بياخذ اراهم يعني واراهم مضمنه واراهم مضمنه هم على العين والراس يعني وخاصه اللجنه الاخيره بتاعه المريخ اولا على عيننا وراسنا والله هم كبارنا يعني والما عنده كبير ما عنده راي يعني ده كلام سليم وكان رؤيتهم شنو في الوقت كان رؤيتهم انه يعدلوا بعض الفقرات يضيفوا بعض الفقرات يعزفوا بعض الفقرات وحصل حصل المتوافق مع مطلوبات الفيفا والاتحاد الدولي عملتوه بنعمله نعم. الذي لا يتوافق الجامد ما بتقدر الذي لا يتوافق طرحناه يعني. نعم وريتهم الحاصل وريناهم الحاصل يعني نعم. والمسألة دي يعني في اكثر من ثلاثة ورش يعني نعم عملت يعني طيب الحديث ليه بدور كان بعد ما عملت الورش دي برضو الميديا شغالة والله يا اخي انا عاوز اقول لك انت انا كعضو مثلا او كمواطن يعني اذا جاتني جهه قالت لي انا عاوز اعمل لك نظام اساسي نعم معناته عاوز انظم حياتي عاوز انظم شغلي نعم. عاوز انظم ما في سبب يخليني ارفض انه اساعد الجهه دي عشان تعمل عشان اعمل معاه نظام اساسي هلا في صراعات كده خفيه ظهرت لنا يعني صراعات شخصيه صراعات شخصية كل شخص ده ينتصر ليه ايوه ما يعني ما عنده علاقه بالمؤسسيه ما عنده علاقه بالناي المساله دي ممكن تكون اقعدت المريخ بالمريخ يعني طويلا مم. يعني طويلا مم. احنا كلجنه قانونيه والله محايده جدا لا نميل لزيد ولا عبيد راينا اللي بنقوله وعملنا اللي بنعمله صواب خطا يحتمل الصواب وراي الاخرين صواب يحتمل الخطا. وعملنا جهد بشري يعني مقابل جدا للخطا يعني نعم. اذا احسننا فلنا اجر نعم اذا اخطانا فلنا اجر نعم. الاجتهاد كمان يعني نعم في امور كده يعني ما طبيعيه فهي اللي قاعد تاثر في بمعنى انه يعني في صراع يعني الصراع شخصي 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 حقيقه نعم. يعني لا يراعي مصلحه المريخ يعني نعم. دارين مصلحتهم بس يعني لا انا ما اقدر اتهم زول لكن ما الصراعات الشخصيه معين الصراعات الشخصيه تقعد بالكيان حق الناس ينصرف لخدمه الكيان نعم بعيدا عن طيب الصراعات دي الناس اللي الان بيعترضوا او عندهم راي ما قروا المسوده والله قروا عندهم يعني هم قالوا فيها رايهم في قالوا فيها رايهم في الورشه في الورشه الاخيره قلت لك راي على العين والراس واخذنا يعني قدموا لنا اكثر من 41 مقترح تعديل نعم مقترح بتاع تعديل شلناه وقعدنا مشكورين جدا يعني بهذه السانحه وحي رابطه قطر نعم ورابطه الامارات تحييهم يعني هؤلاء محبي المريخ يعني قعدوا معنا وقعدنا في اكثر من 6 اجتماعات لتنقيح وموائمه المسودة مع المطلوبات من مع القانون مع ناس المريخ أولا يعني فما ما ما حدث إنه عملنا جهد كويس يعني وأخرجنا إذا صفة النوايا نعم أخرجنا مسودة محترمة وترضي كل طوائف المريخ نعم. بجميع طوائف ما هي في النهاية ما في نتمنى إنه الناس تهدأ نعم وتصفو النفوس طيب وتضع مصلحه المريخ نضع نعم. مصلحه المريخ نصب عيوننا وقدامنا يعني طيب الكلام اللي كان بيدور عن انه دكتور مدثر خيري هو اللي وضع هذه المسوده يعني الاولى هل الكلام ده سليم؟ ده ما سليم دكتور مدثر خيري راجل خبير قانوني نعم دي مساله لا ينكر احد يعني مطلع نعم. ومثقف جدا يعني وعالم يعني بشؤون القوانين الرياضيه نعم
يمكن يكون من الغلائل في السودان يعني العلمي الميزة دي يعني. نعم. لكن هو لم يضع المسودة الأولى على الإطلاق. نعم. وضعت اللجنة القانونية لنادي المريخ والنسخة كان مشارك الدرافت ولا كان مشارك ولا حتى مشارك لاحقا شارك. سلم له المجلس عشان يوديها الأكاديمية ويبغى النظم للنظام الأكاديمي بتاعته يطلع لنا المسودة في صوبه. وده اتهام تاني كمان انه هو شال المسودة دي ومشى لأكاديمية تابعة له. يعني الآن في حديث بدور انه مدسر هو اللي وضعه وهو الشالة ومشى بها الأكاديمية. يعني دبل يعني الأكاديمية اتهام ما في محله أبدا. اتهام ما في محله. ظلم للرجل يعني كبير والله. ظلم للرجل ويمكن يكون فيه ظلم للجنة القانونية. احنا اظلمونا ما عندنا مشكلة يعني. نعم. لكن ده فيه ظلم للرجل. الرجل والله والله لم يتقول عليها ولم يأخذها. نحن لما قدمنا المجلس كان على رأس المكتب التنفيذي الأستاذ منتصر زيكو يعني. منتصر زيكو. كابتن نعم. زيكو. كابتن زيكو. أيوة. نعم. لم يكن هناك وجود لمدسر فيه. ما كان موجود. نعم. يعني الفترة دي مدسر ما كان عنده. ما صفحة. كان لا ما كان موجود على الإطلاق في المجلس ولا كان مدير المكتب التنفيذي. ما كان. كان الأخ منتصر زاكي يعني. نعم لا بدور انا يعني يمكن كثيرين بيفتكروا انه مدسر كان هو المدير التنفيذي. لا فيه ظلم يا اخي الكلام ده فيه ظلم للراجل و ابدا ما سليم ابدا ما تقول عليها. طيب ليه ما شاء الله نحن لدينا المجلس والمجلس بعد ذاك ادى له يعني. ليه كانت اكاديمية ليه انتم ما تبعدوا من الشيخ ده اختيار المجلس ما اختيارنا نحن. المجلس هو اختار نحن. ايوه نحن قانونيين يعني. طيب بتفتكر انه كان في اي شيء كونه تمشي لاكاديمية تابعة للمدير التنفيذي هل هو شيء تفتكره ايجابي؟ هي لما مش لو ما كان مدير تنفيذي في المكتب يعني ما كان مدير تنفيذي. انا وضحت الفكره الكلام ده هسه يعني. نعم. هو الوقت ده ما كان تفتكر انه ده شيء ايجابي؟ ممكن يكون ايجابي يعني. ليه لا ما تمشي له يعني ليه؟ ما هي دي جهه اكاديميه. نعم. اكاديميه عندها نظامها يعني وعندها طريقه بتطبع بها و و و نعم. والمسوده ذاتها المفروض تكون زي ما انت قبل قلتها وفق قانون الاتحاد الدولي وفق النظام اقصد نظام الاتحاد السوداني. نعم. يعني ما عندهم فرصه اذا وديت لاي شخص ما عنده فرصه يمشي يمين ولا شمال. حتى لو وديت لاي شخص ومشى يمين وشمال المسوده حتمشي وين؟ حتمشي الجمعية العموميه لنادي المريخ يعدل فيها يضيف فيها يحذف منها يلغيها خالص. طيب اذا كان ده اللي ممكن يحصل القومة القاعدة دي ليش؟ ده سؤال يفرض نفسه حقيقة يعني. أنا عارف الناس مدورة نفسها في شنو يعني نفس قائم. لا معطلين. المسألة ما محتاجة لكده على الإطلاق يعني. نعم. على الإطلاق بعدين هو شيء قانوني عشان كده قلت كورة وعطا كورة داون. نعم. فالناس تهدى والجمعية العمومية كنت ترفض كل المذكر برمتها. نعم. أي. المشكلة بتبقى وين؟ المشكلة بتبقى في الجمعية العمومية بعدين يعني. انا هذا سؤال الجهه اللي حق بالاشراف على جمعيات النظام الاساسي ومن بعد الانتخابات من وجهه نظركم القانونيه. طيب نحن وجهه نظرنا القانونيه بتنبني على اسس قانونيه راسخه وموضوعه يعني. نعم. طيب قبل الاتحاد السوداني كره القدم يوائم دستوره مع الفيفا كان هيئه الشباب والرياضه والمفوضية نعم. كانت بتدير النشاط ومسؤولة من كل عقد الجمعية كل النشاط يعني عقد الجمعيات و وانصي انه الاتحاد عمل بمجرد اسف يعني بمجرد انه الاتحاد عمل نظامه الاساسي وطالب الاندية اعضائه بانه يعمل انظمة اساسية فبقى بقت الاندية التابعة للاتحاد اعضاء الاتحاد متحررة من المفوضية ومن وزارة الشباب والرياضة على الإطلاق لأنهم جسم ثالث. الاتحاد الدولي بيعتبر أي تدخل تدخل من طرف ثالث. نعم نعم. طيب نحن الجمعية العمومية بتاعتنا بتاعت المريخ دي بيديرها منه سؤالك كان بيديرها منه. نعم. طيب وفقا للنظام لو قلنا نرجع ل 2008 نعم دستور 2008 بتاع نادي المريخ هذا الدستور المفوضية ذاتها بصفة استثنائية عندها حق التدخل لعقد الجمعية العمومية وعلى نفقة نادي المريخ. الصفة الاستثنائية الصفة الاستثنائية انه المجلس يعلن عن قيام الجمعية في مواعيد المفروض تقوم فيه ويمر شهر وما يعقدها ما يعقدها. نعم. يتقدم واحد من الاعضاء بطلب اي يطلب للمفوض انه المجلس رفض يعقد الجمعية هنا المفوضية بتتدخل. نعم. المفوضية ذاتها هسه بالنسبة لنادي المريخ او بالنسبة للاندية الاعضاء
في الاتحاد العام جهة بتاع التسجيل. ما انت نحن في السودان السودان دولة مغرب بالنسبة لنا، لازم تكون عندنا جهة مسجلين فيها يعني. نعم نعم ايوه فهي جهة بتاع التسجيل فقط يعني. نعم ايوه، لكن ما عندها الحق. لا ما عندها حق قانونا. ليه؟ لانه نحن خلاص تجاوزنا المسألة دي، بدنا تابعين للاتحاد العام، والاتحاد العام ذاته تابع للاتحاد الدولي. ايوه الذي لا يقبل تدخل لا وزارة الشباب والرياضة ولا الشباب. أيوه. الاتحاد العام هو الذي يشرف. الاتحاد العام باستثناء برضه في المادة 83 إذا عرفتني الذاكرة ما عارف 83 إلا إذا في ظروف استثنائية أو ظروف قاهرة. نعم. هو اللي بيشرف، هو اللي بيقوم على هنا. لكن أنا دار أقول لك إحنا عندنا إشكالية كبيرة جدا في المريخ. نعم. عشان نعمل جمعية عمومية كان المفروض تكون عندنا لجنة بتاعة انتخابات. نعم ما عندنا. ما عندنا لجنة بتاعة انتخابات ولجنة بتاعة استئنافات برضو ما موجودة. عندنا لجان عدلية يعني. نعم. اللجان دي ما موجودة. نعم. ف ليه ما تكونت؟ دي إشكالية، دي إشكالية إشكالية. اللجان دي تنتخب وما أنسى الناس دايرينها تنتخب. نعم. يعني فمنو اللي عنده حق يقيم الجمعية العمومية لنادي المريخ هسه؟ نعم ده سؤال كبير. ده المجلس. نعم. مجلس هو اللي بيقرر أين تقام، متى تقام، كيف تقام. نعم. وانا لو 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 معلومتي صحيحه انه انا شايف المجلس التجا للاتحاد، الاتحاد العام بصفته الجهه المسجل عندها يعني. نعم. عشان تشرف له على الجمعيه. نعم. وده حق قانوني. وده حق، مش حق قانوني. والاتحاد ما عنده سلطه زي دي قلت لك الا استثنان. لكن انا طلبت منه ما في مخرج يعني، ما الا يعني ما في مخرج غير كده. ده اذا المعلومه صحيحه. اذا المعلومه صحيحه انا ما متاكد من المعلومه. نعم. دي صحيحه. لكن اذا المعلومه ما صحيحه المجلس عنده حق انه يعقد، انه هو يعقد جمعيته باي كيفيه. اولاد المريخ، ابناء المريخ. نعم. مجتمع المريخ، المجلس هو الذي يقرر كيف تدار جمعيته ومن يديرها واين تقام ومتى تقام. نعم. لانه اصبح متحر حر الإرادة واتفقك من البعض الآن يتحدث عن المفوضية وعن الوزارة وفي كلام كثير جدا، وإنه ما من حق المجلس إنه يقيم هذه الجمعية. لا 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 لا، كلام حق المجلس إنه يقيم الجمعية في التاريخ اللي بيختاره وبالكيفية هو براها يعني الناسبة يعني. يعني المجلس هو الآن صاحب السلطة. المفوضية ليست لها سلطة على المريخ إطلاقا، على المريخ ولا على كل الأندية، وكل أعضاء الاتحاد. كل أعضاء الأندية، كل أعضاء الاتحاد، كل أعضاء الاتحاد السوداني كرة القدم. نعم. هل الحديث اللي بيدور عنه الاتحاد السوداني عطل إجراءات الجمعية، الكلام ده صحيح؟ ما عندي معلومة والله مؤكدة. نعم. ما أقدر أفتي في الكلام ده، ما عندي معلومة. لا هو من حقه يعطل؟ من حقه يعطل طبعا، لانه انت انا قلت لك في الا في الا في ظروف استثنائيه وغاهره. نعم. حسب وفقا لماده يعني في نظامه هو ذاته يعني. نعم. فالظروف دي ما متوفره هسه، ما متوفره. لكن اذا التجا عليك مثلا نادي المريخ قال لك اعمل لي اشرف لي على الجمعيه، من حقه يشرف. المجلس اداره نادي المريخ الان هو السلطه اللي بتحدد. نعم. لا جمعيه، لا 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 شباب ورياضه ولا مفوضيه ولا اتحاد عام. نعم. المجلس نحن نتعدى مساله المجلس، نحن عايزين نقول المريخ. المريخ، المريخ بكل مقوناته يعني. بكل مقوناته المجلس هو الان اللي يحدد. ايوه يعني أنا هو الذي يقرر. يقرر. نعم. يعني يقرر. المجلس الان قرر والله، هو المجلس سمعت انه جمعيه يوم السبت. نعم. وفي حديث عن انه ما حد يقوم يوم السبت. نحن مطالبين بانه يسلمونا المسودة منقحة ونضعها قدامنا. المسودة الآن هي جاهزة؟ جاهزة. نعم. ضمنتوا فيها ضمننا فيها كل التعديلات الطلبتها الجهات المريخية والأفراد أيوة المريخ أولا، المريخ أولا وناس الورشة. نعم. كل ما هو متوافق معها مع النظم بتاعت الاتحاد الدولي والاتحاد السوداني ضمناه يعني. طيب انا كل ما كان مفيد، كل ما كان مفيدا للمريخ ضمناه. ضمنتوه. نعم. المسوده الان الموجوده دي كل الناس المريخ موجودين بداخلها كبارا وصغارا. صحيح. والورشه صحيح. يعني كله مضمن وقدام اللاعبين وقدام اللاعبين. كان في مشكله يعني. نعم. صارت في الورشه الاخيره عن قدام اللاعبين بقيناهم نائب رئيس عديل يعني. نائب رئيس ممكن يكون نائب رئيس. ايوه نائب رئيس عديل يعني. نعم. شوف نائب الرئيس بعدين ممكن اعمل لقدام اللاعبين شنو. نعم يعني يمكن ده ما كان موجود. ما كان موجود. ما كان موجود لكن كان بيدوهم مثلا يشرف على بعض يعني على الكوره، على اداره النادي، على اداره الكوره بتاع. لكن السابق نائب الرئيس عديل. نعم. يعني طيب استاذ ابراهيم، الحديث عن الاتحاد السوداني
والكلام الكثير جدا بدون عن الاتحاد السوداني. بعض الاعضاء في المريخ او بعض مجالس اداره المريخ عندهم رؤيه تجاه الاتحاد السوداني. هل انت من وجهه نظرك هل الاتحاد السوداني يفترض ان نهاجمه بهذه الصوره في خلال المسوده؟ بمعنى انه نحن الان كمريخ يعني المريخ هو عنده الحق، يعني ما محتاجين نحن نستعجل مثلا اتحاد عام. صحيح انا معك يعني. نعم. هو هي ما رياضه. نعم. والرياضه خلق عالي جدا وتسامح. نعم. ومأخاء ومحبه وسفاره، يعني الرياضه اصبحت سفارة. صناعه يعني. نعم. وسفاره يعني. نعم. تعكس الوجه المشرق ليه. نعم. وهي اخاء ومحبه يعني. ده كلام صحيح. لماذا التباغض؟ لماذا التناحر؟ ما دام في قانون، طالما في قانون بيحكم كل التصرفات وكل الفعاليات وكل الانشطه. نعم. لماذا نتناحر؟ يبقى ما في داعي. لا ما في داعي استاذ ابراهيم، لانها بتخرج بالصوره دي بتخرج وتفقد معناها يعني. نعم. تفقد معناها شخصيا. نعم استاذ ابراهيم. فاصل قصير ونجراجي. نعم. شاهد الأعزاء فاصل قصير ثم نعود لنتواصل. الشروق شمس السودان التي لا تغيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الشروق شمس السودان التي لا تغيب. مرحبا بكم جديد، مرحبا استاذ ابراهيم. قبل ما نمشي الفاصل تحدثنا عن الجمعيه العموميه، وزي ما قال استاذنا ابراهيم فتح الرحمن مقرر الدائره القانونيه، ما في جهه تستطيع ان تعطل الجمعيه العموميه لنادي المريخ. ويمكن وردنا قبل قليل انه الجمعيه العموميه لنادي المريخ قائمه غدا الساعه 4 مساء باستاد الخرطوم، باستاد المريخ اقصد عفوا، باستاد المريخ. وده باكد كلام استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم، الان الحديث انه الجمعيه العموميه قائمه في مواعيدها الساعه 4 مساء. نعم. غدا. نعم. ده باكد انه فعلا. نعم. لا سلطه لاحد على المريخ. على المريخ. الان. الان. المريخ. الا اذا اختار، الا استثنيت انا. نعم. الا اذا اختار المريخ نفسه جهه الاتحاد العام شنو يشرف على. نعم. يعني هو الحق في يده. الحق في يده. يعمل اللي عايزه. على كيفه. على كيفه. وبراحته. وعلى كيفه، اصبحنا على كيفه. على كيفه. يعني تعمل. ويبغى القانون لكن ما يبغى القانون. نعم. يعني تمشي في المسار القانوني. نعم. وتعمل جمعيتك. نعم. الجمعية يا أستاذ إبراهيم، في كثيرين جدا بيتكلم عن إنه في موضوع بتاع فبركة أو إسقاط أسماء، يعني الكلام عن إنه حتى مولانا مجذوب اللي رابطة قطر، رئيس رابطة قطر اللي قام بدور كبير جدا، وكانت الدعوة لكل أهل المريخ في نادي الشرطة ببري لموضوع النظام الأساسي يعني سقط. ففي كثيرين جدا بيفتكروا إنه الجمعية موجهة تجاه المجلس الموجود الآن. والله أنا فتشت اسمي أنا شخصيا في الكشف الأول ما لقيت. اسمك الكشف الأول كان ما موجود. في بعض أعضاء المجلس برضو اسمه كان ما في الكشف. برضو بعض أعضاء المجلس. يعني ما ممكن أعضاء المجلس يعني يسقطوا أسماءهم. يسقطوا أسماءهم، يسقطوا اسم مجذوب يعني عنوة. نعم. هو اسمي أنا وأسماء بعض الناس عنوة. في المجلس. تكون خطأ يعني غير مقصود. أنا لا أتهم أحدا. نعم. وأظن إنه مجتمع المريخ مجتمع مثالي، ما فيه مثل هذه الممارسات الأخلاقية. نعم. لا تموت للرياضة بصلة يعني. نعم. لا 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 أتهم أحدا يعني ده قد يكون خطأ يعني في طباعة، خطأ لأي سبب من الأسباب يعني. نعم. ووارد الأخطاء يعني، إحنا بشر يا أخي، أي بشر. نعم. بيخطأ في الدنيا. نعم. الجمعية عد أفرادة 600 شوية أعتقد، 639 أو 29 ما أعرف. 39. دي اللي بيحق لهم. يحق لهم الحضور. حضور. والتصويت. التصويت. وفقا للقانون الساري. الساري. اللي هو 2008. 2008. الزول السدد قبل شهر من انعقاد الجمعية. نعم. طيب بتفتكر انه يعني الجمعية العمومية كنادي المريخ، هل 600 مشرف لنادي المريخ؟ على الإطلاق. نعم. على الإطلاق والله والله، لكن يعني يعني وده ده العدد اللي بيحضر يعني. انت شفت الورشه الاخيره؟ نعم. هل كانت يعني هل كان ده المريخ يعني؟ ابدا. هل كان دي ورشه المريخ؟ طبعا. يعني نعم. شفت المؤتمر الصحفي الاخير؟ طبعا. نعم. هل كانت دي صحافه المريخ او الصحافه الرياضيه الموجوده هنا؟ نعم. المساله فيها امور ما معروفه يعني. نعم. وما واضحه. انا بالنسبه لي انا شديد ما واضحه والله. ما واضحه. ما واضحه. واتمنى انه الناس تتعامل باخلاق رياضيه. نعم. لرفعات مريخ يعني. نتمنى انه نشوف مريخنا ده احسن فريق في الدنيا. نعم. يعني صراحه احنا نتمنى انه الصراعات اللي انت تكلمت عنها والناس كلها شايفاها صراعات الشخصيه. تبعد. ما عندنا اسم. تبعد. نعم. عن الرياضه يعني حبيب. لانه في النهايه ما نحن بالدار يقول ما في زول شايل حاجه ليه. أيوة. لنفسه يعني. اي حقيقه. كلها خدمه للنادي. وعلى المساله هو هي الرياضه شنو؟ الرياضه. نعم. ما هي اهليه. نعم. وديمقراطية واهليه الحركة الرياضية. نعم. وتكليف ما تشريف يعني. نعم. ونحن الآن في ديمقراطية. تكليف يعني ما. نعم. تشريف يعني وتكليف يعني. نعم. ونحن الآن في عهد ديمقراطي. نعم. وحر وحرية يعني. وزي ما نحن قبل قلنا الشباب ديل هم يمكن سبب الشباب حراك الحراك الحاصل. نعم. يعني قدروا يصنعوا يعني ثورة. بالمناسبة رأينا المسألة دي في النظام الأساسي في الشباب. احنا ماشيين حتى الأعمار انتوا تكلمتوا. نعم. انت 18 سنة وهذه الحياة يتربوا نربيهم جوا نادينا أحسن. نعم. ده كلام نربيهم جوا نادينا أحسن. دي أشياء ما كانت موجودة. أشياء ما يعني ما كانت موجودة حقيقة. زمان أنا بفتكر إنه الواحد يصل من العمر. أي هو 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 دي مضمنة الآن في النظام. في أسس مفروض عليك
فرضا نعم. يعني انه نعم. يكون عندك بنيه تحتيه ومش عارف عندك فرق للشباب وما في اعظم من بنيه للشباب يعني عندها ادارات متخصصه نعم. ادارات فنيه وعندها مدير اداره كلام زي ده يعني مثلا مفروضه فرضا على بتفتكر يا استاذ ابراهيم عشان تنال الرخصه بتاعت الانديه يعني نعم الكلام اللي بيدور الناس اللي عندهم راي في الجمعيه العموميه بتفتكر يا استاذ ابراهيم كل الاشياء اللي هم بينادوا بيها لمصلحه المريخ هي مضمنه لو قعدوا في الارض وقروا الاشياء دي المسودة الأخيرة اللي عملناها نعم دي نعم بعد التنقيح بعد التنقيح تلبي إن لم يكن 100% من طموحات كل المريخاب نعم ف 90% من طموحات نسبة كبيرة جدا نسبة كبيرة جدا نعم ونسبة يعني مقدرة مقدرة يعني نعم ما تلبي إن شاء الله ترضي كل أطياف المريخ نعم بعد الورشة هل أضفتوا بعد ال بعد التعديلات بعد التعديلات يعني في تعديلات حصلت يعني نعم يعني بتفتكر الورشه كانت مفيده في 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 هذا الجانب كانت مفيده جدا والله نعم حتى المبادره بتاعت المريخ اولا استفدنا منها يعني نعم ومن قبل استفدنا منهم يعني نعم كثير يعني جدا ونحن ما اخصينا زول وما طرحنا راي زول على الاطلاق والى هذه اللحظه نتقبل الراي والنقد والراي الاخر نعم يعني حكايه انه في زول واحد هو اللي قام بكل العمليه وده كلام كله طبعا لا ما له اساس من الصحه لا يمكن نظام اساسي يقوم بزول واحد على الاطلاق اطلاقا نعم طيب بل انا داير رؤيه قبل ما ما, ما 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 نختم يعني كمقرر للدائره القانونيه ومريخابي كيف بترى مستقبل المريخ وفقا للنظام الاساسي والجمعيه العموميه الانتخابيه اللي قادمه اذا الجمعيه العموميه اجازت هذا النظام نعم وزن او خلال 4 إلى 5 سنوات بيشوفوا مريخ آخر إن شاء الله بإذن الله بيختلف اختلاف بيختلف اختلاف توتالي مريخ مريخ فيه أنشطة تجارية نعم مريخ فيه استثمار مريخ منظم مريخ فيه نادي عائلي نعم يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى مريخ يعني ماشي خطوة خطوتين في لمصاف الأندية المتقدمة أنت سعيد بهذه المسودة ولا أنا سعيد جدا بهذه المسودة وسعيد جدا بالآراء اللي بتنتقد المسودة نعم. وسعيد جدا بأي نقد وسعيد جدا بممارسة أي مريخ لحريته نعم فالمسائل دي تسعدني جدا جدا وأبدا لا تضايقنا أبدا على الإطلاق طيب ونحن في ختام هذا اللقاء دائرة وش شنو لأعضاء الجمعية العمومية اللي حتقام غدا الساعة 4 مساء بإستاد المريخ لكل المريخاب وليس أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يحضروا نعم. أو لم يجتهدوا للحضور للجمعية العمومية والذين سيحضرون الجمعية العمومية بقول لهم يا أخي المريخ ده يعني ما فريق كرة قدم يعني نعم. فقط المريخ ده حاجة جارية في دمنا نعم. وفي دمانا ويجب أن نضعه في حدق عيوننا يعني نعم. ونهتم به وبيتمنى للجميع جميع الذين لم يشاركوا أتمنى لهم المشاركة في الجمعية القادمة إن شاء الله التي ستختار مجلس جديد للمريخ وأتمنى أن كل أهل المريخ يشاركوا في أنه يأسسوا مريخهم ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التقدم للمريخ والرفعة لأبنائه يعني نعم هذه الجمعية لم يفصلها شخص وإنما فصلها القانون نعم أنا أؤكد على ذلك بذكر على ذلك أؤكد على ذلك ده كلام وليست مفصلة على شخص ولا مفصلة بعينه. يعني ما عشان المجلس ده يجي ذاته نحن في اللجنة القانونية عشان نزيل الالتباس في المسألة دي نعم نحن في اللجنة القانونية لنا 3 مجالس تعاقبت علينا 3 مجالس يعني المجلس ما عيننا ولا عنده علاقة بين ذاته يعني حتى مجلس ونسيم لا نعرف زيد ولا نعرف عبيد نعرف قانون ولا واحد قانون من زمن الأستاذ جمال من زمن الأستاذ جمال يعني ونسي أحييهم من هنا نعم. ونسي وجمال ويتمنى أنه يتمنى أنه يتدخلوا عشان يهدوا النفوس شوية نعم. أتمنى ذلك يعني نتمنى ذلك الأسماء اللي سقطت هل في حصل تعديل؟ يفترض انه يكون حصل تعديل ولانه شايف المجلس كان طالب ان اي ذل اسمه سقط صاوا يجي يراجع ده باكد انه ياكد انه العدل ولا ياكد انه في شفافيه ذات الشغل نعم انا بحيي كثير جدا الاستاذ ابراهيم فتح الرحمن مقرر الدائره القانونيه نادي المريخ وبتمنى لكم التوفيق الله يبارك فيك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك شكرا لقناتكم يعني شكرا على الاستضافه يعني اتمنى انه كنت ضيف خفيف ووضحت كثير من الاشياء اللي كانت واقفه امامنا الله يبارك فيك وحقيقه ان احنا يعني بنتمنى التوفيق للاخوه في نادي المريخ وجمعيته العموميه اللي حتنعقد غدا الساعه 4 مساء باستاد المريخ